بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وأعظم الفقه هو العلم بالله عز وجل والتفكر في أسمائه وصفاته ومعرفة معناها والتعبد لله عز وجل بها. قال بعض العلماء: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله والأنس به ومحبته والشوق إلى لقائه. فعلا أيها الأحبة، معرفة الله عز وجل إنه من النعيم المعجل في هذه الدنيا. وديننا الحنيف مبني على أمرين عظيمين وأصلين عظيمين. الأول: معرفة الرب عز وجل بأسمائه وصفاته، معرفة المعبود سبحانه وتعالى. والثاني: الانقياد والخضوع له سبحانه وتعالى ولرسوله عليه الصلاة والسلام، مصداقا لقوله عز وجل: من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وآثار هذه الأسماء الحسنى على العبد كثيرة وعظيمة، حري بالعبد أن يقف مع هذه الأسماء المبثوثة في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن آثار ذلك يعني كيف يتعبد الإنسان لربه عز وجل بهذه الأسماء وهذه الصفات. من آثار عبودية الأسماء والصفات أن العبد إذا علم أن الله عز وجل متفرد بالربوبية، أي لا خالق له إلا الله، لا رازق له إلا الله، لا محيي لا مميت لا متصرف في هذا الكون، لا مدبر لشؤونه إلا الله عز وجل، أورث ذلك في قلبه توكلا قويا على الله عز وجل، ولا يلتفت يمنة ولا يسرة، بل يفوض أمره كله لله عز وجل. وإذا علم العبد أن ربه سميع بصير عليم محيط به، أورثه ذلك خشية من الله عز وجل، ألا يبدر منه قول أو فعل يغضب الله عز وجل، وأورثه ذلك مراقبة لله عز وجل، أنه لا يلتفت يمنة ولا يسرة إلا فيما يرضي ربه عز وجل. وأورثه كذلك الدعاء، إذا علم العبد أن ربه يستجيب لدعائه ويسمعه ويعلم حاله، فينكسر بين يديه ويدعوه ويتضرع إليه. ومن الآثار أيضا أن العبد إذا علم أن ربه متصف بالغنى، أنه الغني وأنه الكريم، غنى مطلق وكرم مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، أورثه ذلك قوة الرجاء والطمع فيما عند الله عز وجل، ولا يلتفت لمخلوق في حاجاته، ولا يطلب من أي مخلوق حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة، بل يلجأ إلى الله عز وجل أولا وآخرا. ومن الآثار الجميلة والعظيمة ولعلها من أعظم الآثار أن العبد إذا علم أن ربه الذي خلقه له من أسماء الكمال وصفات الجمال أعلى مقامات الجمال والكمال، فأسماؤه حسنى لا أحسن منها، وصفاته علا لا شبيه ولا مثيل لها، أورثه ذلك محبة لربه وشوقا إليه وأنسا به، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان يكثر عليه الصلاة والسلام من قوله: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. فحري بالعبد أن يكثر
من هذا الدعاء العظيم في سجوده وفي أوقات الاستجابة. ختاماً أيها الأحبة، قال بعض أهل العلم أن أكمل الناس عبودية لله عز وجل هو المتعبد لله عز وجل بجميع أسمائه وصفاته، فإن لكل اسم عبودية خاصة به جل وعلا. والوصية معاشر الأحبة أن يتفقه العبد في معاني أسمائه وصفاته، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فذكر أهل العلم من الإحصاء حفظها والتفقه بما فيها وتعبد الله عز وجل بها، وذلك أعلى مراتب التعبد وأعلى مراتب الإحصاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.